الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الرابعة: لقد ذكرت الأدلة شيئا من صفات هذا الحوض العظيم، وهي من جملة الصفات الغيبية التي نؤمن بمعناها ونكل كيفيتها إلى الله عز وجل، إذ الحوض بكل متعلقاته غيب. فمن صفاته أنه طويل وعريض، وأن طوله بمقدار عرضه، فطوله شهر وعرضه شهر. فإن قلت شهر بسير ماذا؟ فأقول بسير الإبل المعتاد، ليس بسير السيارات ولا الطائرات ولا الصواريخ، وإنما بسير الإبل المعتاد. وذلك لأن مثل هذه التقديرات التي جرت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تحمل على التقدير المعروف في زمانه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في تقدير هذا الحوض طولا وعرضا ألفاظ مختلفة، سيأتينا وجه الجمع بينها إن شاء الله في مسألة خاصة. ومن صفاته أيضا أنه قاطع للظمأ المستقبل الحالي والمستقبلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أي تروي عطشه الحالي وتمنع كبده من الظمأ المستقبلي. ومن صفاته أيضا أن ماءه أشد بياضا من اللبن، هذا باعتبار اللون، وأما باعتبار اللذة والمذاق فهو أحلى من العسل، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس هذا اللفظ: ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ومن صفاته أيضا أن عليه أباريق كثيرة جدا لا عدد ولا حصر لها، كعدد نجوم السماء، كما في الحديث: عليه أباريق كعدد نجوم السماء. ومن صفاته أيضا طيب رائحته، فرائحة مائه أطيب من ريح المسك كما ورد في الحديث الصحيح. ومن صفاته أيضا أنه يصب فيه ميزابان من الكوثر في الجنة، فماء الحوض مستمد من ماء الجنة، أحد الميزابين من ذهب والميزاب الآخر من فضة، هكذا ثبتت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول كما قالت الأدلة، لا ندخل في ذلك الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، بل نبني هذا الباب على ساق التسليم والإذعان لما صح به النص عن الشارع.